علق المازوت مفروض يتفضى هون. يب البط بسرعة، بطيئة اللعبة، بطيئة. طيب هلا بنشيك عليه شو شلون الشغل صار عنده. نرجع لك فيما بعد مع اللي يعبونا مي. حلو، هي اول سلة نزلت مباشر. ايوه معناته هاي 80% السلة، معناته الوزن السلة الوحدة بيطلع يا مرحوم البشي 4000. هي طبلية، وزن طبلية نظامي. نايس تمام. 50 لتر ابوغ. عم الله بدها معلم تاكل اي بطيخ مازوت كتير. عمال هتعبي مباشر. ايش هذا بطالة هاد؟ صار طلعت منه 5000. ولا والتوتل 10. طب ليش مالكم كاترين التوتل تبع الكرافل وهذا البطيخ؟ ايوه اللي هو هذا الناعم، هذا شلون بدي اشيله؟ طمني شلون؟ بس ما تقول لي في بالجرافة. مصيبة يا معلم، والله مصيبة، والله مصيبة، لا تقول لي بالجرافة. طب كبروا. الف ستمية. حلو هذا ايش بدنا نسوي فيه؟ هات لشوف ايش حقه. عجب هذا الكريفل، بس معنا الكريفل هذا ما بالراحة، يعني نستفيد منه بأرض بأرضنا كمان، يعني نقدر نبيعه الكريفل هذا. هروح نشوفه وشي وينه. اتوقع هذا لا 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 هذا لا. شوفوا انا ما اتوقع انه هو هاد. لا في ناس كتير تطلبوا والله. 1 2 3 بيطلبوا. نايس. وهاد واحد بيطلبه. حلو شوفوا هلا هو حقه كله. هلا قبل ما انفصله 668، لما نفصله بصير حقه 650 ب 700 دولار. يعني نفس الشيء، ايش فرقت؟ ولا بس عم بضيع وقت انا؟ اي والله. يعني هلا هون نحن عبيناها فولناها صح؟ هون بدك تقول تقريبا نقص معنا 3000 قول تمام؟ ايه بس طلعت معي هون 5000 هون 3000، يعني شيء 8000. هو ايش قد راح منا 3000؟ والله كتير لو شوف هون 3200 و 5200، يعني قول 5.5 و 3 او 4 و 5 9000 تقريبا، 9300. المقابل ايش قد نقص؟ تقريبا هون تقول 3500 3400 بس على المازوت والمي. هذول ما ينحسبوا، هذا نحسبهم 1000، حتى ما في 1000 مي وما في 1000 مازوت. والله في مربح معلم، في شغل، في مصاري مصاري، بس المشكلة قليل والله، النسبة قليلة يعني. يعني هلا إذا بدي هون التوتال، هي التوتال تبعها 40000، يعني 10 طبالي، ما في مشكلة. هي الطبالي، بس المصيبة بهي التوتال تبعها كتير قل صغير، أو يعني كتير صغير 10000. إيش بدنا نعمل؟ طيب 10000 معناته إذا 10000 نروح ندبر لنا تريلا من 10000، يعني 9 تقريبا بال 10000 بنجيبها وبنحطها في عندي. في عندي أنا هي التريلا معي وينها؟ أنا مين مشتري أنا هي السيارة؟ أنا مين مشتريها صح؟ هاي كرمال عيونه اللي أمس بعت لي قليل ليش ما مشتري راس الدناب؟ هي لعيونك أنا أشتري لك راس الدناب. نشتري هاي. لا مو خاطر، خلينا نحط فضي أحلى له. واشترينا راس معلم، ركبنا عليها راس. الراس هون لازم يكون لايقه. ابشر لعيونك يا الفهد. وين السيارة؟ نروح نجيبها ونرجع.
هل ترى بأني جلست بقربكم لحظة؟ نعم راح يروح اليوم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حجي، المان غير شكل، مان اللعبة خرافية، لا تحكي عنها، لا تحدث أبدا أبدا. المحصول عجب طلع لسه مطول، والله شكله مطول يا معلم، بده راح لبكرة المحصول يطلع. إذا راحت لبكرة كنا هو من ليم. والله يومين عم طول المحصول، له والله بطول المحصول، مالكم ملاحظين هيك عم طول؟ يعني يوم تاني تيطلع المحصول، مصيبة هيك. والله أنا شكلي كترت، لازم طالع بالمفرق اللي قبله. ما نعم لازم طالع بالقبل. يلا نفس الشيء، هاي نفس الشيء، من دويلي بسيارتي عرفت الطريق. وانت يا اللي جنون الكون هو ويدا الموسيقى، وانت اللي بتهلي الكون هو ويون البسيئة. والسنة والسنة وعبينا ونحن وصلنا تلرم رم. هل يمكن حافوظ مي اللي برا؟ انا ركبت حنفية وعندي حافوظ برا. يلا كل حال ماكو مشكلة، بدنا نعبي بالراس. صح صح بدنا نعبي بالراس. عجب شلون بدنا نعبي هاد؟ طبعا هي اول شي نفصل التريلا هي هون عشان ما نضل معبوطين فيها، من حرفيا تعبوا. يا ابن دي عبي معلم، مصيبة هيك. كان هو هاي معلم بدها تضل هيك صيفة. يلا دي بنجيب التراكس ونبلش نعبي بالايد. نعم مصيبة هي، بس قول صرنا محترفين في هذا الاشي معلم. شكرا خالص معلم، ما عندنا نشيل اكثر من هيك. هاي تضل الف بارضيتها بالارض موجود، ما تنشيل. خلاص حاج بنكفي هيك، مروح على غير سيارة. الله نرجع منقرب بهي، بنشوف بلكي فضيت 18 ألف وحاج، لأنه لازم نفضيها، صار كتير أوفر معلم. طبعا في تريلا راح نجيبها الفيديو الجاي، هذا الفيديو ما راح انزلها، مخصصة للطبالي. عرفت شلون؟ يعني هي لحالها فورا بتجي، فورا بتشيل الطبالي وتمشي، وانا في عندي وقت. بس لا ما اضبط هذيك، لا هذيك ما تشيل الطبالي اوتوماتيك. انا ايش عم بسوي؟ شلون الشغل معلم؟ في مي، في مضغوط، والله مي بدها شوي بسيط. شو هذا صار فيها 4000؟ تعالي بس لانه بدنا نتركك عاد حاج، ونشوفك بعدين معلم. كمان هي 4000 خلصت؟ خلصت تعالي. وانت اللي بالكون الأريئة، ياب 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 ياب. طيب حلو، هلا ايش بدنا نسوي؟ ايش بدنا نسوي؟ بدنا نشيك على الارض الزراعية مشان المحصول اللي احنا حكينا عنه اللي رح نورجيكم اياه، وجايين عم نشتغل كرمال وكل هالشي، عم نشتغل استنى المحصول ليطلع. من الواضح انه مطول المحصول تيطلع، هو لازم نسمد الارض. مالكم ملاحظين لحد الان ما طلع شوب حتى؟ تعال نجرب عجب يسمد بهذا، بهي التراكتور ما بظن انه بيقدر يسمد لانه لسه بكير، لازم يطلع المنتج
بعدين يسمد، بس نحن هنجرب تجريب بس نشوف راح يقدر يسمد ولا لا. ما اظن يقبلها، ما قبل، بده بس يطلع. معناته راح اروح اجيب تريلة الليم. هدي 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 هدي، بنصفه هذا هون، بنحطه هذا هون، مالنا بحاجة له حاليا. بنروح نجيب تريلة ليم. او حاج خلينا الفيديو الجاي. لك انا جبت اخذت معي سيارة البطيخ، يا الله على المفرط عندي. لك صحيح لازم يزبط، تعرف ليش؟ لانه احنا اساسا السماد اللي بيجي نحط مع مع الزرع استخدمناه هذاك الثاني. زبط مزبوط، لان الهداك الثاني بنحطه بقلبها وتنزرع حطيته انا، صح مزبوط. فاذا الفيديو الجاي بنكمل الشغل من جيب ماكينة الليم، بنستلم مستوى المحصول حتى يطلع. وبس يكون هون نهاية الفيديو، لا تنسونا من اللايك والاشتراك عشان نكمل فيديو جديد حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعندي زعلان ايطالي، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.